النهارده كان في اجتماع لمجلس الوزراء، واللي اتكلم فيه رئيس مجلس الوزراء عن احتماليه حدوث تغيير وزاري واسع قد يطيح بنصف الحقائب الوزاريه الحاليه، كما تم مناقشه موضوعات اخرى هامه خاصه بالدواء والاستثمار والزراعه. فقد وافق مجلس الوزراء على زياده سعر توريد طن قصب السكر الى 620 جنيه، وذلك بعد موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية. وحول سعر توريد القمح المحلي، أكد وزير الزراعة أن سعر القمح المحلي سيكون طبقا للسعر العالمي المعلن، موضحا أن سعر القمح من قبل كان 420 جنيه للطن، ويمكن أن يصل الآن إلى حوالي 520 للطن. معنا جانب من المؤتمر الصحفي اللي عقد بمجلس الوزراء اليوم، خلينا نروح نشوفه ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل أخبارنا. نتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى المحصول قصب السكر. واحد، تم الاتفاق على سعر التوريد لطن قصب السكر 620 جنيه للطن. اثنين، التأكيد على ضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية والتموين والشركات السكر التابعة لوزارة التموين. يبقى المالية بتدفع للشركات والشركات بتدفع للمزارعين في الفترة من 15/1 ل 30/5 اللي هي الفترة في بداية التوريد للشركات وحتى نهاية استخلاص السكر، بتدفع 80% من مستحقات المزارع، ثم ال 20% اللي فاضلين دول يتم سدادهم خلال شهر 7 و8. بالنسبة للقمح، طبعا حضراتكم عارفين ان كان في مشكله نتيجه اختلاف السعر ما بين القمح المحلي والقمح المستورد، وادت الى تداعيات مفيش داعي ان انا اخش فيها، حضراتكم عارفينها كويس. فتم الاتفاق، واحد، تم الاتفاق، انا بتكلم بقى على القمح، تم الاتفاق على ان سعر توريد القمح المحلي سيكون طبقا للسعر العالمي المعلن واللي بتشتري بيه هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، وذلك من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين سابقين للتوريد. المتحف المصري الكبير الافتتاح الجزئي اللي هو الدرج العظيم وآثار توت عنخ آمون بإذن الله في النصف الأول من 2018 وفقا لبرنامج المعلن في برنامج الحكومة. تاني حاجة بالنسبة للمشاكل المالية، الحمد لله القرض الياباني اتمضى يوم 24 أكتوبر. لازم نفهم إن اليابان لما تطلع 49 مليار ين ياباني اللي هو حوالي على حسب السعر فوق 450 مليون دولار، أكيد الناس دي دارسة، هي بتحط فلوسها في إيه كويس أوي. المشروع له عائد استثماري كمان، لأن حضراتكم عارفين المشروع مش مجرد متحف، لا، متحف الحضارة والمتحف الكبير هما متاحف فعلا، لكن ملحق بيهم مباني ثقافيه، مطاعم، كافيتريات، ان شاء الله هنبني فندق صغير باذن الله في المتحف المصري الكبير. معنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. مساء الخير يا فندم. نور استاذ سامي، اهلا بسيادتك. عايزين نعرف ايه فيما يخص القمح، قول لنا كده الكواليس اللي حدثت داخل المؤتمر فيما يخص القمح، ويا ريت تطمنا بقى. هو طبعا طبقا لما اعلنه السيد الوزير فيما يخص توريد محصول القمح بالنسبه للمزارعين ان شاء الله في نهايه الموسم، طبعا معالي الوزير اعلن انه هيكون ان شاء الله توريد القمح المحلي حسب السعر العالمي المعلن في ذلك الوقت من خلال متوسط سعر صرف الدولار لاخر شهرين للتوريد. وطبعا يعني انا بس عاوز اوضح لحضرتك ان برضو كان من ضمن مطالب الفلاحين اللي دايما يقولوا عليها ان احنا بندعم الفلاح الامريكي او الفلاح الاوروبي، ان احنا بنشتري منه القمح باسعار مرتفعه وبالدولار، يبقى الاولى ان احنا ندعم الفلاح المصري ونشتري منه القمح بنفس السعر العالمي. فده الحقيقه كان مطلب لعدد كبير جدا من الفلاحين او لجموع
الفلاحين، واعتقد ان ده ان شاء الله هيحقق نسبه ربح معقوله بالنسبه للفلاح بالنسبه لهذا المحصول الاستراتيجي المهم. ميرسي، نشكر حضرتك جدا على هذه المداخله. كمان